الرئيس السيسي يطلع على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية بمحافظة جنوب سيناء ويوجه بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير. الملك تشارلز الثالث يتهيأ لاستضافة قادة العالم عشية الجنازة المرتقبة لملكة بريطانيا الراحلة. أذربيجان تتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي بتأجيج الصراع مع أرمينيا لأغراض سياسية. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم في نشرتنا. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس السدر والطور، بالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تزخر بها مصر في هذا الإطار. وخلال اجتماع للرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من المسؤولين لمتابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية، تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة. ووجه الرئيس السيسي بتدقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتادي الطريق، فضلا عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. كما تبع الرئيس السيسي مستجدات تطوير هضبة المقتم، موجها بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بالمنطقة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية، وستظل حريصة على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة. وخلال كلمته بالدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه أصبح من الضروري أن تستدعي الأوضاع الجديدة وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقي وواقعي لكافة المتغيرات الحالية على المستوى الدولي، والإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل النهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار. عقدت بمقر مجلس النواب الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع تحت عنوان ما بعد قمة المناخ COP27. وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر نموذج محاكاة لفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تقدم أعضاء برلمان الطلائع بعدد من نماذج للأدوات الرقابية حول قضايا التغير المناخي إلى الوزارات المعنية بذلك بشأن قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وجهود الدولة للتوسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وطرح الرؤى وكذلك الحلول لهذه القضايا. انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك تحت شعار الأخضر حياة. يقام المؤتمر في إطار تحضيرات لاستضافة مؤتمر COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن تخصيص مقر دائم للمحكمة العربية للتحكيم بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساعدها على تحقيق أهدافها، معربا عن الشكر والتقدير للرئيس السيسي للرعاية الخاصة التي أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك. معبرة عن خالص الشكر والامتنان لما حظيت به المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية وما زالت
برعاية كريمة ودعم مستمر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يدعم دوما العمل العربي المشترك، حيث تم تخصيص مقر المحكمة بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وما زالت الخطوات تتوالى توصلا لقيام المحكمة بدورها المنشود. إن التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للمواد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئي فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية اليوم، بما كان لزاما معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر. توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية. هذا ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 498 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 106 أطنان. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، نجحت الوزارة في ضبط قرابة 4 أطنان، فضلا عن ضبط قرابة 102 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي. كما تم ضبط 718 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و 126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. نظمت وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة على مدار 3 أيام بمقر أكاديمية الشرطة. لم يقتصر دور الدولة على بناء بدائل للعشوائيات فقط، بل استهدفت معها بناء الإنسان. الاهتمام بالأطفال والنشأ إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق. وتفعيلاً للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، أقامت الوزارة الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق بشاير الخير بالإسكندرية وأهالينا والأسمرات بالقاهرة على مدار 3 أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت، اجيال طالعة في مصر جديدة بضحكة جميلة ترج القلب. لما نشوف ابطال حالفين يحموا ويبنوا اليوم جديد، وليك يا مصر ردوا جميلة وحلوة. نشكر السيد الرئيس السيسي، احنا فعلا بجد هنا حاسين ان احنا كلنا واحد. كان نفسي اخش كلية الشرطة اتدرب تدريب الضباط. برضو المعسكرات دي تديك امل ان انت تقدر تحقق ده، انت بتعيش زيك زي الضباط، وانت تقدر لما تكبر لو انت حلمك كده تقدر تحققه. البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الشباب تضمن جوانب رياضية وثقافية وتوعوية وفنية، بما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانتماء. الجديد وشمس جديدة ورايات
عشان مصر ونوفي جميلها طول العمر. اجيال طلب مصر جديد بتقول دايما تحيا مصر. استفدت ان انا اصحى في ميعاد، انام في ميعاد، اكل في ميعاد، وبنتعلم كمان الرياضه هنا ان انا اصحى من النوم اعمل رياضه. ما كنتش احلم اجي مكان زي كده، ومكان بصراحه جميل قوي هنا، ويا ريت تتكرر الزياره دي هنا كتير. كلنا واحد خليتني ازور المكان دوت وغيرت فكرتي. انا اصلا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اجي المكان ده. اكتشفنا حاجات كتير ما كناش نعرفها وان بلدنا حلوه. النهارده كان هو امبارح كان احلى يوم في حياتي. شكرا اللي هو يعني خلينا بيدينا جيل جديد، اللي هو بيدينا امل للحاجه اللي احنا نوصل لها. الرحله كانت جميله جدا بس، وعملنا حاجات كتير فيها وانبسطنا من امبارح لحد الان. انبسطنا انبساط جميل قوي. ويا ريت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيبنا تاني واحنا معاه في اي حاجه هو ممكن يعمل. لما تشوف ابطال حلفي اسمع مين في الحياه؟ اي حد اسمعه، اي حد اسمعه، اي كلام اسمعه من حق اللي عايز يقوله يقوله، لكن اني اصدقه دي بتاعتي انا بقى. اسمع كلامه للاخر واعرف هو عايز ايه، وبعديها اشوف انا هعمل ايه. اذا كنت هصدقه وامشي وراه، اما مش هصدقه وانا عرفت هو كده عايز مني ايه وابعد عن الشخص ده. انا لازم احيي يوسف. تعالى يوسف، انت عندك كم سنه؟ الحياه بتفتح لك ايديها، ابتدت بفرصه انك تتنقل من عشوائيات الى اماكن ادميه. الدوله ادركت ان ده دورها وبتوفرها لك لتتنقل لحياتك انت. الاطفال دول الحقيقه النهارده بيتقال لهم جمله واحده، انت اللي بايدك تبني مستقبلك. احنا ادينا لك الفرصه، انت هتعمل بيها ايه؟ فكره عبقريه، فكرة رائعة، بتأكد على أهمية بناء البني آدم جنب بناء الدولة والتنمية المستدامة. نقلنا من مكان عشوائي لمكان تاني حضاري، وفي علم وفي تفكير وفي كده، بس إزاي أنا من جوايا أتغير في المكان ده؟ يعني أهم حاجة تخلينا أتغير في المكان ده إن أنا أحافظ عليه، وعشان أقدر أحافظ على المكان الجميل اللي أنا كان نفسي أعيش فيه وأحس بحياة جميلة فيه، إن أنا أكون حاسس بقيمة المكان ده، وإن أنا أكون متأكد إن المكان ده كمان 10 سنين هيبقى أحسن أما أنا أكبره أكتر وأكتر. تخيل حضرتك بنتكلم مع الشباب عن الأحلام، حلمك إيه؟ إيه اللي أنت محتاجه عشان نساعدك عشان تقدر تقوم بحلمك ده؟ إيه اللي أنت نفسك تعمله في حياتك أو لأسرتك أو لبلدك؟ إحنا جايين النهارده نعمل حالة من حالات التعايش الفكري، حالة من حالات التعايش مع أفكارهم وحياتهم وأمانيهم. هنقدر أكيد نوجههم للطريق الصحيح اللي يقدروا بيه حيوا أحلاقهم دول، ولكن لازم الأول نقبلهم ونسمعهم ونشاركهم ونبين لهم إن أهم ظهر سند ليهم هنكون إحنا، عشان يقدروا يكملوا في الطرق اللي هم عايزينها دول، وهم يعني واثقين إن البلد بكل أجهزتها بتدعمهم. وفي ختام البرنامج، نظمت وزارة الداخلية حفلة ترفيهية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم. لما تشوف أبطال حلفي يحبوا يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر الدين لأجل بلدك. لما تشوف أبطال حلفي يحبوا يبنوا اليوم الدين، وليك يا مصر كما تم تكريم المتميزين فنياً ورياضياً وتعليمياً من خلال احتفالية فنية كبيرة شارك فيها نخبة متميزة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والصحفيين، وشهدت توزيع هدايا عليهم. أنا سيد ياسر من أسمرات. إحنا كنا عايشين في مكان ما كانش عندنا أمل ولا تفكير في بكرة، إنما النهاردة في مكاننا الجديد كان عندنا أمل وتفكير في بكرة. المكان الجديد عرفنا قد إيه البلد بتحبنا. وأنا دينا خالد ساكنة في أهالينا. إحنا بنتمنى من وزارة الداخلية تعمل لنا كل شهر حاجة زي كده عشان نقرب منهم أكتر ونحب بلدنا أكتر وأكتر. وأنا
اسمي يوسف عبد الله، انا جاي من حي الاسمرات. احنا كمان خدنا هنا ندوات تعرفنا اختلاف الراي من غير ما نتخانق، ونتقبل الراي الصح حتى لو ما كانش ده راينا. نحترم بعض ازاي، نبادل المسؤوليه عشان وطننا واهلنا يقدروا يعتمدوا علينا. بنوادكم وبنوادك يا سياده الرئيس اننا هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد. عودة إلى الخبر الأبرز، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفقا لأرقى المعايير في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، وذلك بشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تزخر بها مصر في هذا الإطار. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من المسؤولين متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة. مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أحمد العزازي مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية في محافظة جنوب سيناء، خاصة في مناطق عيون موسى وحمام فرعون والعيون الكبريتية برأس سدر والطور، موجها سيادته بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفق أرقى المعايير في تلك المناطق الفريدة من نوعها، وبالشراكة مع الخبرات الأوروبية في هذا المجال، بما يساعد على الاستفادة من الثروات التي تزخر بها مصر في هذا الإطار على أكمل وجه. كما تم عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، لا سيما تطوير الطريق الساحلي بقطاعاته المختلفة، حيث وجه السيد الرئيس بتدقيق كافة التفاصيل في هذا الصدد بما يوفر كافة عوامل الأمان لمرتدي الطريق، فضلاً عن تحقيق السيولة المرورية المطلوبة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات تطوير هضبة المقطم
موجها سيادته بمواصلة الجهود القائمة لرفع كفاءة الطرق الداخلية والمحاور والميادين بهضبه المقطم، بما في ذلك تطوير شارع 9 الذي يمثل الشريان التجاري الرئيسي بالمقطم. الاجتماع شهد أيضا استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمسطحات الفضاء غير المستغلة في محيط القاهرة الكبرى، فضلا عن سير العمل في تطوير طريق صلاح سالم، وكذا الموقف التنفيذي لتطوير الحدائق المحيطة بقلعة صلاح الدين. كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ومنها تطوير منظومة الري في واحة سيوة، فضلا عن كابلات الجهد العالي للكهرباء العابرة لقناة السويس لتوفير التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات تنمية سيناء، بالإضافة إلى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديميات والكليات العسكرية بكلية الحربية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميا وبدنيا ونفسيا لنيل شرف الانضمام للأكاديمية وكلية العسكرية. وأتبع رئيس أركان حرب القوات المسلحة نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول والتنظيم بواسطة مدير الكلية الحربية، أعقب ذلك المرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق ومراحل الكشف الطبي للطلبة المتقدمين للالتحاق واختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة. كما ناقش الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من الطلبة في أسلوب تنفيذ الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مؤكدا على تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة لكافة المتقدمين. يستقبل الملك تشارلز الثالث المئات من الزعماء وكبار الشخصيات بقصر باكنغهام، وذلك قبيل جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقرر لها غدا. وقدرت الحكومة البريطانية تكاليف جنازة الملكة الثانية نحو 2.3 مليار جنيه استرليني. في كنيسة الملك جورج السادس يوارى جثمان الملكة إليزابيث الثانية بعد ساعات قليلة عقب مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر وينسور غرب لندن، بعد مراسم الجنازة الوطنية لتنتهي مسيرة واحدة من أطول زعماء العالم قيادة لبلادهم. جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما تعد الجنازة الرسمية الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني تشرشل في عام 1965، حيث يشارك بها أكثر من 2000 مدعو بينهم مئات من قادة الدول وأفراد من العائلات الملكية. ووفقاً للقصر الملكي فإنه عقب مراسم الجنازة سيتم نقل النعش على عربة مدفع في مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية حتى ميدان ويلينغتون الواقع في هايد بارك كورنر، ومن ثم نقل نعش الملكة إلى كنيسة سانت جورج مروراً بممر لونغ ووك المؤدي إلى قصر ويندسور. وتشهد كنيسة سانت جورج مراسم إقامة الصلاة على جثمان الملكة الراحلة بحضور أكثر من 800 شخص قبل مراسم الدفن التي يحضرها فقط أفراد العائلة من دون مصورين أو كاميرات، ليرقد نعش الملكة في تلك الكنيسة الملاصقة للكنيسة الرئيسية حيث دفن والدها ووالدتها، فضلا عن رمادي شقيقتها الأميرة مارغريت. هذا ومن المقرر أن تعرض الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في نحو 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات. كما أعلنت الحكومة البريطانية اعتبار يوم الجنازة عطلة رسمية. قوات الأمن في العاصمة البريطانية لندن من جانبها أعلنت حالة التأهب القصوى لتأمين العاصمة قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث تم نشر أكثر من 2000 فرد أمن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من قادة وزعماء العالم في مراسم الجنازة.
هذا وتتخلل جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية أكبر عملية أمنية شهدتها العاصمة لندن على الإطلاق. وانتشرت عناصر من الشرطة البريطانية في الشوارع المحيطة بقصر ويستمنستر، وقال نائب مساعد مفوض شرطة لندن ستيوارت كوندي إن خطط حفظ الأمن خلال الجنازة هي الأكبر في تاريخ شرطة العاصمة، متجاوزة بذلك خطة تأمين أولمبياد لندن عام 2012. انتقدت وزارة الخارجية الأذرية رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد اتهامها لباكو بإشعال فتيل النزاع الحدودي مع أرمينيا. وأضافت الخارجية الأذرية أن تصريحات بيلوسي التي وصفتها بالمجحفة غير مقبولة بالنسبة لأذربيجان وتمثل صفعة خطيرة لجهود تحقيق السلام. كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أكدت دعم الولايات المتحدة للحكومة الأرمينية والتزامها بأمنها، محملة باكو مسؤولية المواجهات العسكرية في ناغورنو كاراباخ. وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالعاصمة يريفان إن المواجهات العسكرية ليست الحل للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة التزام واشنطن بأمن أرمينيا. أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مكالمتين هاتفيتين مع رئيسي قرغيزستان وطاجيكستان، وذلك في أعقاب الاشتباكات على الحدود بين البلدين. وأوضح الكرملين أن بوتين حث الجانبين على تجنب المزيد من التصعيد وباتخاذ إجراءات لحل الموقف بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية في أقرب وقت ممكن. كما أكد بوتين على استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار في المنطقة الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان. أعلنت قرغيزستان وطاجيكستان أن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء الصراع الحدودي بينهما ارتفع إلى 81 قتيلا في البلدين. واشتبكت قوات من البلدين بسبب نزاع حدودي في الفترة من 14 إلى 16 من سبتمبر، وتبادلت الاتهامات باستخدام الدبابات وقذائف المورتر والمدفعية والطائرات المسيرة الهجومية لاستهداف مواقع عسكرية حدودية وتجمعات سكنية قريبة. نشرة السادسة ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. وزارة الدفاع التايوانية تقترح زيادة الإنفاق الدفاعي ليشمل التزود بطائرات مقاتلة حديثة. في الأزمة الأوكرانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 180 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم شن هجوم على محور نيكو لاييف كري فوي روغ. وأكدت وزارة الدفاع أنه تم القضاء على نحو 100 جندي أوكراني في منطقة زابوريجيا، كما تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في عدد من مناطق دونيتسك 110 عسكريين، وفي مقاطعتي خاركيف وخرسون قتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا بضربات مركزة ودقيقة. تتزايد المطالب بتشكيل محكمة دولية خاصة في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من مدينة إزيوم شرق أوكرانيا. يأتي هذا في أعقاب انسحاب القوات الروسية من المدينة، ودعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب بعد العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة إزيوم.
استعادة الجيش الأوكراني لعدد من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية كانت بمثابة الفرحة التي لم تكتمل للأوكرانيين، فشعور السعادة بالانتصار تغلبت عليه دموع الفقدان للعديد من المواطنين الأوكرانيين، خاصة بعد اكتشاف المقبرة الجماعية في إيزيوم التي كانت تحتوي على أكثر من 400 جثة لمواطنين تم قتلهم. مشهد المقبرة الجماعية في إيزيوم يعد المشهد الإنساني الأسوأ في الأزمة الأوكرانية منذ اندلاعها في 24 من فبراير الماضي، حيث تحولت بوصلة الأوكرانيين من البحث عن منازلهم عقب انسحاب القوات الروسية إلى البحث عن ذويهم وأصدقائهم بين جثث القتلى في المقبرة الجماعية ليتجدد الألم وينتهي الأمل بعودة أي منهم. فرق الطوارئ وصلت استخراج مئات الجثث من المقبرة، ورغم عدم معرفة أسباب الوفاة في تلك المقبرة الجماعية إلا أن السكان المحليين أكدوا أن بعض القتلى لقوا حتفهم في غارة جوية، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن جثة واحدة على الأقل كانت مقيدة اليدين وتوجد علامات حبال على الرقبة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف أن المحققين عثروا على أدلة جديدة على استخدام التعذيب مع المدفونين في إيزيوم، وهي واحدة من أكثر من 20 بلدة استعادتها القوات الأوكرانية، وذلك في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. أما في موسكو فلم يصدر أي رد على اكتشاف المقابر، مؤكدين أن القوات الروسية لم ترتكب أي جرائم في الحرب أو استهداف مدنيين، فيما قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أهمية الهجوم الأوكراني المضاد السريع، محذرا من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغوط، وهو ما يؤكد أن الأزمة الأوكرانية لم تعد تقترب من نهايتها وأن مزيدا من الأحداث سوف تشهدها الفترة القادمة. قالت وزارة البنية التحتية في كييف إن 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية. وبموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 من يوليو الماضي، أعيد فتح 3 موانئ على البحر الأسود. وكانت صادرات الحبوب الأوكرانية قد تراجعت بعد أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط. توقعت صحيفة الجارديان أن تطلق بريطانيا هذا الأسبوع أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض منذ 25 عاما على الأقل، عندما ترفع أسعار الفائدة بنحو 0.5 نقطة مئوية ارتفاعا من المستوى الحالي البالغ 1.75%. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم البريطاني انخفض في أغسطس من 10.1% في يوليو، ولكنه يظل قريبا من أعلى مستوى له منذ عام 1982 عند 9.9%، هو ما يقرب من 5 أضعاف المعدل المستهدف. كما تشير البيانات إلى أن الجنيه الاسترليني قد وصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 40 عاما، مما يعكس عدم ارتياح المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة. تظاهر الآلاف في النمسا في الميادين الرئيسية بالعاصمة فيينا احتجاجا على تفاقم معدلات التضخم في البلاد. وقالت الأمينة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية أنجريد راشل إن الحكومة تجاهلت مرارا المقترحات المقدمة من النقابات العمالية حول كيفية مكافحة التضخم.
تستعد النمسا لشتاء غير عادي بالتزامن مع أزمة الطاقة التي أثرت على كل نواحي الحياة، حيث انكمشت حركة الاقتصاد في فيينا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته النمسا، وذلك في النصف الأول من العام بعد توقع أحدث تقرير اقتصادي صادر عن بنك النمسا نمو الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 4.4%، وذلك للعام الجاري، وتراجع معدل النمو إلى 1.5% في العام القادم 2023. وعلى الرغم من هذه التقارير، شهدت النمسا الأيام الماضية مظاهرات ضخمة، حيث شارك عشرات الآلاف في مسيرات الاحتجاج في جميع الولايات الفيدرالية التسع، تتقدمهم زعيمة الحزب الاشتراكي باميلا راندي فاغنر، بالإضافة إلى العديد من أعضاء حزبها. وقالت الأمينة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية في فيينا إنغريد رايشيل إن الحكومة تجاهلت مراراً المقترحات المقدمة من النقابات العمالية حول كيفية مكافحة التضخم، لافتاً إلى أن هناك حاجة إلى كبح جماح أسعار الطاقة بدلاً من مجرد دعم جزئي لأسعار الكهرباء. وأضافت الأمينة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية أن شركات الطاقة تحقق حالياً أرباحاً فائضة ضخمة، في حين أن الكثير من الناس لم يعودوا قادرين على العيش، معتبرة أنها فوضى يجب التخلص منها. هذا وأكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن بلاده وأغلب دول أوروبا تعمل على السيطرة على أسواق الطاقة بشكل جيد وإدارة الأزمة الراهنة بكفاءة عالية، موضحاً أن الحكومة الفيدرالية اتخذت بالفعل أولى الخطوات المهمة نحو ذلك. هذا وتعول فيينا الآن على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير سريعة وفعالة لمواجهة أزمة الطاقة. ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتعاون على ألمانيا لاستعداد لوقف روسيا لواردات النفط بعد وقف الغاز. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت وضع شركتين ألمانيتين تابعتين لشركة النفط الروسية المملوكة للدولة روسنفت تحت الوصاية لمدة 6 أشهر مبدئيا، تبدأ اعتبارا من الخميس الماضي. اقترحت وزارة الدفاع التايوانية زيادة الإنفاق الدفاعي ليشمل التزود بطائرات مقاتلة حديثة، وأكدت الوزارة أنها ستنشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة اعتبارا من العام القادم بتكلفة تزيد عن 108 مليار دولار تايواني، وذلك لمواجهة طلعات صينية متكررة بطائرات مسيرة بالقرب من جزرها البحرية. ذكرت السفارة الصينية في التشيك أن الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد تشيكي إلى تايوان تقود الأسس السياسية للتعاون التشيكي الصيني. وأضافت السفارة الصينية أن الزيارة دعمت القوى الانفصالية التي تضغط من أجل استقلال تايوان. أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا والصين لا تسعيان لقيادة العالم بأسره، مضيفا أنه توجد دول أخرى تسعى للقيام بذلك. وأشار بيسكوف إلى التطابق الكامل في موقف روسيا والصين من مختلف الأعمال الاستفزازية الصادرة عن الولايات المتحدة، مؤكدا أن موسكو وبكين متفقتان على أن مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار غير مقبول. تعقد الصين وروسيا الجولة 17 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين البلدين ببكين، والأولى منذ الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي. وفي بين لها قالت وزارة الخارجية الصينية إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيشارك في المشاورات التي ستجرى على مدار يومين بدعوة من كبير مسؤول السياسة الخارجية يان جيتشي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني كو تشينكون. اعتمد البيان الختامي للمؤتمر السابع لزعماء الأديان والمنعقد في عاصمة كازاخستان بحضور 100 وفد من 60 دولة.
اعتمد وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها في أبوظبي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية. وأوضح الأزهر أن قادة الأديان أقروا بأهمية وقيمة الوثيقة التاريخية بشأن الأخوة الإنسانية من أجل السلام والتعايش السلمي التي أبرمت بين الأزهر الشريف والكرسي البابوي، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة كتعبير عن حسن النية ونهج البناء من أجل السلام. استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للمصارعة من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية فور عودتهم إلى أرض الوطن، حيث كان في استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة في بطولة العالم للمصارعة والتي أقيمت في صربيا، حيث نجحت اللاعبة سمر حمزة ابنة المؤسسة العسكرية الرياضية بالإسكندرية في حصد الميدالية الفضية في البطولة، وتعتبر بذلك أول لاعبة عربية ومصرية تصل للمباراة النهائية في بطولة العالم للمصارعة، وذلك بعدما قدمت أداء مميزا استحقت من خلاله الإشادة والتقدير. ويعد ذلك الإنجاز نتاجا لجهود جهاز الرياضة للقوات المسلحة وتوفيره لكافة الإمكانيات الفنية والإدارية التي تؤهل أبناءه لرفع علم مصر عاليا خفقا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء طرح السلع والمنتجات بمعارض أهلا مدارس بنفس أسعار بيعها بالأسواق دون تخفيضات. وشدد المركز على أن معارض أهلا مدارس تطرح كافة منتجاتها من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بتخفيضات تتراوح بين 30% و50% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى. وفي سياق متصل، تستمر فروع معارض أهلا مدارس في العمل حتى نهاية الشهر الجاري مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية. انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر. وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وبصرف العلاج لعدد 125 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء ما يقرب من 36 فحصا معمليا فضلا عن إجراء 14 أشعة وسونار، كما تم إجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. القافلة بتأدي خدمات ممتازة على أعلى مستوى. هنا عندنا في عيادة النساء طبعا بنقدم خدمات رائعة للسيدات، سواء من كشف طبي أو مشورة في مجال تنظيم الأسرة، وكذلك تركيب أو إعطاء الوسيلة المناسبة للسيدة بعد طبعا الحديث معاها ومعرفة الظروف المحيطة بها واختيار أنسب وسيلة لها. وكمان بنقوم بمتابعة الحمل، والخدمات كلها مجانية سواء سونار أو تحاليل، وكذلك برضو إذا كتبنا علاج بيصرف العلاج بالمجان من صيدلية القافلة. احنا هنا بنقدم في القوافل عندنا معملين، معمل دم وفي معمل طفيليات. في معمل الدم احنا بنقدم خدمات متميزة جدا، بنقدم حوالي 10 تحاليل من وظائف كبد وكلى وكوليسترول وترايجلسرايد، بنقدم هيموجلوبين. احنا هنا بنقدم برضو حاجة للناس، ان احنا بقدر الامكان نحاول نقرب لهم المستشفيات اللي هم بعيد عنها بحيث وجود صف كامل من الدكاترة. وبنحنا هنا بنقدم حاجة تانية مهمة جدا، ان احنا بنقرب حاجة مهمة للناس، ان هي اهمية التحاليل، ان لازم تعمل تحاليل بقدر الامكان كل 6 شهور عشان يطمن. نظمت محافظة مطروح مهرجانا لفاكهة التين للمرة الأولى هذا العام. تضمن المهرجان استعراضات وفنون شعبية خاصة بالمحافظة الشهيرة بزراعة التين.
ضمن الترويج والتسويق لمنتجات مطروح البيئية المتميزة، افتتح محافظ مطروح كرنفال التين الأول للعام الجاري. الاحتفالية تضمنت عرض المنتجات من خلال 30 بكية لجامعات ومزارعي التين بمطروح، يصاحبها عرض استعراضي لفرسان مطروح بقيادة الفارس رزق العبيدي وفرقة مطروح للفنون الشعبية. محافظ مطروح أكد خلال الافتتاح أن تين مطروح يعد من أجود الأنواع على مستوى الجمهورية كمنتج صحراوي طبيعي متميز يعتمد على الأمطار دون أي استخدام للمواد الكيماوية. نحتفل به النهاردة مع كل المزارعين اللي اشتركوا معنا والمنتجين، وطبعا لأن تين مطروح متميز كل بيطلع على ري بتاعه كله من مياه الأمطار ومفيش أي مواد كيماوية فيه، فيعتبر يعني محصول تين مطروح ده أورجانيك. احنا بنحتفل بيه النهاردة مع كل المزارعين بتوعنا عشان نساعدهم في تسويق وترويج المنتج بتاعهم، الناس تعرف قيمة تين مطروح. المحافظ أوضح أيضا أن منتج تين مطروح حصل على المؤشر الجغرافي ضمن 3 أصناف بمطروح بجانب عنب براني وزيت زيتون مطروح. تنتج المحافظة نحو 137 ألف طن تقريبا من التين من حوالي 60 ألف فدان تقريبا يتم زراعتهم بالتين، ويتم جمعه في شهر أغسطس ويستمر حتى سبتمبر وينتهي مع نهاية الصيف، ليتم بعد ذلك تجفيف كميات منه فيما تعرض كميات أخرى للبيع أو لتصنيع مواد غذائية منه، ليصبح مربى التين هو أفضلهم. والآن مشاهدينا الكرام موعدنا مع أخبار الاقتصاد المال والأعمال. ودينا شرف، أهلا بك دينا. شكرا لك صحة، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. شاركت مصر في اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عقد بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث مثل مصر بالاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي. وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة والمدرجة على جدول الأعمال، والتي من أبرزها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا استمرار التطوير الذي تشهده منظومة البوتاجاز في مصر لتواكب التطور الشامل بقطاع البترول وأعمال رفع الكفاءة والرقمنة والحوكمة وتعزيز السلامة، مشيرا للدور المهم للقطاع الخاص في منظومة البوتاجاز الذي يمثل نسبة كبيرة من أنشطتها. جاء ذلك خلال ترأس وزير البترول باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021-2022، حيث ترأس الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول وشركة بتروجاز عبر الفيديو كونفرنس. شهدت أسعار الأرز هبوطاً كبيراً بعد تدخل الدولة بضخ كميات كبيرة في جميع المحافظات، حيث تبدأ من 10 جنيهات ونصف للكيلو و14 جنيه و75 قرشاً للأرز الحر داخل المجمعات الاستهلاكية ووفقاً للنوع والحبة. وأيضاً شهدت المجمعات الاستهلاكية إقبالاً على شراء الأرز، حيث أشاد المواطنون بالإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار. في حصة مقررة 50,000 طن على مستوى الجمهورية من أسوان لإسكندرية، 25,000 طن دفعة أولية خلال شهر 9، و25,000 بالفعل البضاعة موجودة، 25,000 طن دفعة أخرى خلال شهر 10، 29 سلعة بتوع وزارة التموين موجودين لثلاث أشهر قدام.
عندنا كمية كبيرة جدا، زاد الإقبال زايد عليه. عندنا رز بيبدأ من 10.5، وموجود عندنا رز مصري كيلو ب14.75، ومتوفر بكمية كبيرة جدا. في أي وقت أنت عايز رز هتلاقيه، زاد المجمع الاستهلاكي بقى ميزة بالنسبة لك، أنت في أي وقت داخل المجمع هتلاقي حاجتك كلها. ثانيا أنت برضو مطمن أن كل حاجتك موجودة، وعندك في المجمع رصيد يكفيك مش أقل من 3 شهور في المجمع اللي أنت واقف فيه. أحسن من بره وأوفر وجودة عالية. ان الرز بره عالي جدا ب20، وفي عدى ال20 كمان، فهنا اللي لقيته ب14 فحلو قوي. والى سوق المال، حيث انهت البورصه تعاملات جلسه اليوم بدايه جلسات الاسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والاجانب قابلتها مشتريات للمستثمرين المصريين. وسجل راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيده بالسوق مستوى 676 مليار و600 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 10079 نقطه متراجعا بنسبه 3.3%، ليغلق عند مستوى 9763 نقطه. كما فتح مؤشر الشركات الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 عند مستوى 2267 نقطه منخفضا بنسبة 6.76%، ليغلق عند مستوى 2104 نقاط. وفتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3223 نقطة ليتراجع بنسبة 5.78%، ليغلق عند مستوى 3036 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.36 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع. اليورو سجل 19.39 جنيه للشراء و 19.50 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني سجل 22.09 جنيه للشراء و 22.22 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5.27 جنيه للشراء و 5.30 جنيه للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5.15 جنيه للشراء و 5.18 جنيه للبيع. قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن بلاده تنتج حاليا ما يزيد عن 2.8 مليون برميل يوميا من النفط، بما يتسق مع حصتها طبقا لاتفاق أوبك بلس، وأنها مستعدة لزيادة هذه الكمية إذا طلب السوق ذلك. وزاد تحالف أوبك بلس الذي يضم دول أوبك والدول الحليفة ومن بينها روسيا، وأن إنتاج النفط هذا العام ضمن سعيه لإلغاء التخفيضات القياسية التي تبناها عام 2020 بعدما تسببت جائحة كورونا في تراجع الطلب. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى نهى وصحر، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا. قامت سيدة مقيمة بالإمارات بإنشاء تطبيق على الهاتف يساعد في تحقيق الألفة بين أطفال الأسر المتشابهة في دبي وتكوين صداقات. وباستخدام التطبيق يمكن للوالدين إنشاء حسابات لأطفالهم وبإنشاء ملفات تعريف بناء على لغتهم واهتماماتهم وجدولهم الزمني. في محاولة لمساعدة الآباء والأمهات على تكوين دائرة اجتماعية لأطفالهم وتزويدهم بالدعم فيما يتعلق بتعاملهم مع محيطهم، بدأت شميم كسباوي مؤسسة تطبيق بلايدات عملها في دبي في عام 2017 لتحقيق ذلك الهدف النبيل. وباستخدام التطبيق يمكن للوالدين إنشاء حسابات لأطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين يوم و12 عاما، وإنشاء ملفات تعريف لأطفالهم بناء على لغتهم واهتماماتهم وجدولهم الزمني، حيث يبدأ المستخدمون في البحث حتى يجدوا عائلة أخرى يناسبها موعد اللعب والمواصفات التي يريدونها. وقالت الفتاة مبتكرة التطبيق إن من أبرز التحديات التي واجهتها هي العائلات التي تريد أن يتعلم أطفالها لغة جديدة، أو العائلات الأخرى التي تريد من الأطفال الحفاظ على الهوية، لذلك تريد
نريد منهم أن يتعلموا نوعاً ما لغتهم الأصلية، وكانت فكرة اللعب مع أطفال آخرين مناسبين لتلك المتطلبات فكرة جيدة. ولتمويل تطبيقها أو منصتها تعتمد شميم على أموال مستثمرين، مما يساعدها أيضاً على توسيع نطاق تطبيق بلايديت الذي يربط حالياً الأسر في الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وبهذا الخبر انتهت نشرة الأخبار، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يطلع على مقترحات استغلال الموارد السياحية العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، ويوجه بإقامة مراكز استشفائية متكاملة وفقاً لأرقى المعايير. الملك تشارلز الثالث يتهيأ لاستضافة قادة العالم عشية الجنازة المرتقبة لملكة بريطانيا الراحلة. أذربيجان تتهم رئيسة مجلس النواب الأمريكي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا لأغراض سياسية. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا لكم وإلى اللقاء.